ورح نبدأ حديثنا مشاهدينا بأولى فقراتنا الطبية مع تاج العافية. تعاني بعض النساء من نمو خلايا بطانة الرحم وأنسجتها بأماكن وأعضاء أخرى ليس من الطبيعي أن تنمو فيها، وهي ما تسمى ببطانة الرحم المهاجرة. يا بشار، أكيد شام، الحديث اليوم عن هذا الموضوع، وهو يمكن من أكثر الأمراض شيوعاً عند النساء وبشكل 10% من الأمراض اللي ممكن تصاب فيها النساء. تفاصيل أكثر عن هذا المرض وأسباب وطرق علاج رح نتعرف عليها مع الدكتور شادي خلوف، اختصاصي بالأمراض النسائية والتوليد، اللي صار معنا ضمن الاستوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد أوقاتكم. هلا، أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك العافية. بداية، يعني في كثير من النساء اليوم حتى مصطلح بطانة الرحم المهاجرة ما بتعرفه وما بتعرف شو معناه، إذا بتعرفنا هيك بشكل طبي وعلمي. أهمية الموضوع من هون إنه نحن الموضوع في عند أغلب الناس هو مجهول، بيسمعوا بشيء اسمه بطانة رحم المهاجرة بس ما حدا بيدقق كسيدات على أعراضه، وبالتالي ممكن يكون موجود عن جزء كبير من سيداتنا أو صبايانا وهن مالهم عارفانين. بطانة رحم المهاجرة الحقيقة هي بالاسم الأجنبي تبعها هي الأندوميتريوز، اللي هو جزء من بطانة الرحم، اللي هي بدل ما تنزل بشكل كامل عبر في زمن الدورة الطمسية عبر المهبل اللي خارج الجسم، في جزء منها بالحركات التقلصية العكسية للأنابيب ممكن تروح وتنزرع بقلب الحوض، ممكن على المبيض، ممكن على الأمعاء، ممكن على الزايدة، يعني ممكن تنتشر، وبالتالي هذا الشيء رح يعمل مشاكل العلاقة بالإنجاب، العلاقة بالدورة الطمسية، العلاقة بالآلام الشهرية اللي ممكن تصير مصاحبة للدورة الطمسية، وأعراض أخرى مرافقة. وبس الأهم بيكون هو صعوبة الإنجاب اللي هلأ بنحكي عنها. تماما دكتور. اليوم يعني الهجرة من مكان إلى آخر كيف بتتم، أو شو هي الأماكن اللي قريبة أو مباشرة ممكن يتم الهجرة إلى ضمن الأعضاء؟ هلأ بما أنه الأنبوب هو والمبيضين هو جارين كتير متلاصقين، وبالتالي أي شيء رح يطلع من الأنابيب رح يكون المبيضين هن المستهدفين الأوائل فيه، ومشان هيك نحن أكثر ظاهرة أو تظاهر بنشوفه لهذا المرض أو لهي المشكلة هو الكيسات المبيض الشوكولاتية اللي بنسميها، واللي هي حد مظاهر الأندوميتريوز أو بطانة الرحم الهاجرة. كيسات ممكن تكون صغيرة أو كبيرة، محتواها سائل مثل الشوكولا، فيها ممكن يرافقها التصاقات شديدة، ألم شديد، ممكن تظهر فجأة تكبر بسرعة، يصير أحجامها 6 و7 و10 سنتي، وممكن تكون صامتة، يعني ممكن الصبية تراجعنا أو السيدة يراجعونا بشكل اعتيادي لكشف دوري أو لمشكلة أخرى، ونكتشف وجود هاي الكيسة. يعني من الأسبوع الماضي أنا شايل كيسة بحدود 11 سنتي موجودة خلف الرحم، وهي كيسة أندوميتريوز بدون أي أعراض سوى صعوبة الحمل. فلذلك يعني هذا النوع من المشاكل، المبيض أول شيء هو أقرب شيء بيكون، الرحم كذلك الالتصاقات بتصير على الرحم، احتقان الرحم الشديد اللي بيكون موجود، ومن هاي المنطقة ممكن ينتشر على باقي الحوض، على جدار الحوض خلفي، على جدران الحوض بشكل عام، على الأمعاء مثل ما قلت، على الزايدة. يعني احيانا منشيل الزايدة ونكتشف انه هي مصابة بالاندوميتريوز لانه فيها خلايا من بطانة الرحم الهاجرة، وبالتالي يعني منطقة الحوض معرضة بشكل كامل، كلها معرضة، ولكن المبيض هو الأكثر يعني إصابة لأنه أكثر قربا من المنطقة. تمام دكتور. يعني ذكرت حضرتك أنه ممكن المرأة تكون ما بتعرف أبدا، أو الصبية ما بتعرف أنه هي عندها مشكلة ببطانة الرحم المهاجرة تحديدا، وممكن يمر وقت طويل، يعني في أشخاص ممكن يمروا 10 سنين ما يعرفوا أبدا أنه هنن عندهم هذا المرض. في دلالات اليوم معينة بتخلي المرأة اليوم تشك وتراجع الطبيب؟ هلأ الحقيقة الأكثر عرض اللي بصير هو الألم. لما بصير عرض فهو أول شيء بتظهر بالآلام، هي عسرة الطمس اللي بتصير، اللي هي بمعنى آلام المصاحبة للدورة الشهرية. يعني سيدة أو صبية أنه أنا ما كان عندي آلام وقت الدورة، صار لي مثلا 6-7 أشهر عم عاني، كان أخف، عم يقواس ويشتد أكثر وأكثر. هلأ هذا بيكون مشعر اللي هو عسرة الطمس، بالإضافة للعسرة الأخرى واللي هي إذا كانت هالسيدة هالصبية متزوجة فهي رح يكون في عسرة جماع، بالإضافة إذا كانت يعني ممكن يكون في عسرة حتى تغوط، يعني حتى وقت الخروج عم يكون في ألم. هالثلاثي العسرات هذا ممكن يكون موجود كله
وممكن يكون موجود واحدة أو تنتين منهم أو كلهم مثل ما قلنا. هذا هو الأعراض اللي هي أكثر شيء موجودة بالغالب. هلأ فوق هاي الأعراض ممكن يصير عنا السيدة تراجع بمشكلة الإنجاب، أنه أنا جبت ولد وبعده عم عاني من كيسات متكررة، عم نشيلها أو نعالجها وتروح، بس أنا في مشكلة الإنجاب ما أنا عم تنحل رغم كل الشيء اللي عم نعمله. بالاستقصاء الحقيقة بيبين معنا أنه في مشكلة يعني أندومتريوز، وبالتالي قد ما هو الموضوع صغير ولكن آثاره على حياة السيدة ممكن يكون مزعج من ناحية الألم ومن ناحية الإنجاب، من ناحية الكيسات مثل ما قلنا، لأنه كل هاي أعراض مزعجة لها بتخليها تضطر تأخذ أدوية أكثر، تعمل إجراءات جراحية أحيانا. تمام. دكتور، اليوم موضوع الإنجاب، في حال كعانت الصبية قبل الزواج من هذا النوع من الهجرة إذا بدنا نقول أو هاي المشاكل، هل ممكن يأثر في حال عالجنا نحن هذا الموضوع قبل الزواج على موضوع الإنجاب تحديدا؟ قديش النسبة؟ هلأ التأثير موجود أكيد، وعنا إذا عم نحكي عن حدود 20-30% من أسباب تأخر الإنجاب ممكن يكون الأندومتريوز المكتشف أو غير المكتشف. طبعاً في مشكلة بالأندومتريوز إنه أحياناً يمكن إحنا في بعض الأطباء ممكن يشخصوا أندومتريوز بدون دليل إثبات. الأندومتريوز لحتى تثبته بده خزعة عيانية تؤخذ، يعني منفوض بالتنظير نأخذ خزعة من العناصر أو الأعضاء المشتبه إنه إصابتها وتتحلل لنأكد وجوده. لا يكفي إن الأعراض لا تكفي، هي يعني منبهة، هي موجهة وبشدة أحياناً، ولكن لا تكفي لتقدر أنت تأكد حدوث الأندومتريوز. ولا التحليل المخبر اللي احنا بنعمله اللي هو الثقة 125 اللي هو إذا ارتفع فنحن نتوجه أكثر. الإثبات 100% يعني ممكن تجي سيدة تقول لي أنا مع 10 سنين قالوا لي عندك أندومتريوز، شو الدليل؟ ما في دليل. عملتي تنظير؟ في شيء خزعة؟ لا، بس قالوا لي أنه عندك أندومتريوز أعطوني أدوية. قد يكون هذا صحيح وقد يكون غير صحيح، بمعنى أنه أنا لما بدي شخص أندومتريوز موثق وعالجه بطريقة كافية، لأنه أنا بدي أبني عليه بعد معالجات أخرى العلاقة بالإنجاب، وخاصة إذا بدي أعمل طفل أنبوب، لأنه بالغالب معالجات العادية مع الأندومتريوز قد تكون غير مفيدة، والطفل الأنبوب هو الحل الأمثل. فأنا لما بدي ألجأ لطفل الأنبوب لازم يكون قبله مشخص المرض على الأكيد، والأفضل ينعمل تنظير للبطن ولباطن الرحم حتى أنا أخذ تشخيص مضبوط لأعالج بطريقة كافية. تمام دكتور. أهم أسباب ومسببات بطانة الرحم المهاجرة شو هي؟ وهل ممكن أنها تكون وراثية أو أنها هي مكتسبة؟ وكمان ذكرت حضرتك نقطة أنه ممكن يصير بعد الإنجاب يصير عندها مشكلة بطانة الرحم المهاجرة. طبعا. كمان شو الأسباب؟ هلأ المشكلة أنه نحن بكل هذا الزمن الماضي ما قدرنا نعرف الأندومتريوز ليش بيصير عند ناس وما بيصير عند ناس تانية. هلأ النظرية الأساسية هي موضوع الحركات الحوية العكسية اللي ممكن تصير بالأنابيب، واللي هي تعمل مثل شفط لهدول للبطانة، بدل ما تنزل، بدل ما تكون الحركات هي تقلصية نحو الأسفل، ممكن بعض الحركات تكون عكسي وبالتالي يأخذ جزء من هاي البطانة ويوزعها بالبطن. هذا هو السبب المعروف، ولكن هل هناك من أسباب أخرى؟ ما عندنا كثير أفكار أو ما لنا الأفكار مؤكدة. جزء الآخر، هل هي وراثية؟ لا، يعني هل بمعنى أنه إذا الأم مصابة فالبنات رح ينصابوا؟ لا، ما ضروري. هلأ يبدو أنه في جزء من السيدات اللي عندهم هاي المشكلة أو يعني جزء من السيدات اللي هن عندهم نوع من هذا المشاكل اللي هي أندومتريوز، عندهم نوع من أصلاً كان دورة غير طبيعية، فيها كمية دم قليلة، يعني فيها ما عم ينزل كمية دم كافية لتحت. مثلا صبية بتجي بتقول أو سيدة، أنا كان من سنة كانت الدورة تبعي طبيعية، يعني بكمية طبيعية أو غزيرة، وهلأ صار لي شهرين ثلاثة عم شوف مشح فقط. هلأ هذا يعني منبه أنه هل السبب هو ظهور هالحركات الحوية اللي هي عم تاخذ جزء من هذا البطانة وتزرعه في مكان تاني، ولا هو أسباب هرمونية أدت لأنه البطانة تكون قليلة؟ فهون احنا يتوجب عنا أنه نسأل عن وجود الأعراض الأخرى، نعمل بعض الاستقصاءات لنقدر نحصر
المرض او المشكله هل هي باندوميتريوز او شيء ثاني. تماما دكتور، ممكن توصل المرحله لحاله انقطاع الدوره بشكل كامل ببعض الاوقات او لا؟ لا 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 لا، هو ما له مؤثر على الدوره كمجيء، ولكن هو قد يؤثر على كميه النزف او على انتظام الوقت اذا بدنا نقول، ولا على انتظام الوقت، ولكن انت لما بصير عندك كيسات اندوميتريوز قد تتاثر الدوره، مع انه في سيدات كثير بيجوا عندهم كيسات اندوميتريوز والدوره جاي عم تجي بشكل نظامي، وحتى كميه الالم ما أنا كبيره. ليش عم اقول انه هو اهميته من انه اعراضه ممكن تكون خفيفه او شديده صامته حتى احيانا. فلذلك نرجع نقول انه الكشف الدوري هو الشيء اللي بيحدد اكثر لما بيكون مرض اعراضه صامته، انه انا اقدر يعني شخصه بطريقه اسهل. تمام. اذا بدنا نتوجه شوي لمراحل الخطوره، هل ممكن انه يصير في حمل خارج الرحم في حال المراه هي ما بتعرف انه عندها مرض بطانه الرحم المهاجره؟ هلا يمكن في دراسات سبق وقالت انه اللي عنده الاندوميتريوز هن معرضين اكثر للحمل خارج الرحم، بس يمكن هن معرضين اكثر لفشل الحمل اصلا ولفشل التعشيش. يعني من اهم اسباب فشل التعشيش عند السيدات سواء بالحمل الطبيعي او بطفل الانبوب هو وجود الاندوميتريوز اللي هو بخرب قدره الرحم على التعشيش. فلذلك هون بتجي اذا بدنا نسميها خطوره، انه هي مشكله الانجاب اللي بتكون موجوده بشكل واضح عند اغلب السيدات اللي عندهم اندوميتريوز. عشان ما نبالغ ونقول كل السيدات، لا، تمام. في جزء بيحمل عنده اندوميتريوز، تمام، لانه هو ممكن يمرق بمراحل المرض بمراحل هجوع مثل ما الا، وبالتالي يخف تخف حده المرض وبهالفتره يصير فيها حمل، وهذا بيكون احسن علاج للمشكله اساسا. تمام دكتور. اليوم يعني اذا بدنا نحكي اليات تشخيص معينه، شو الاليه اللي بتتم او بتخضع لها السيده؟ ما حكيناها سابقا، تنظير هي كبدايه، تنظير البطن واخذ خزعات موجهه من الاماكن احتماليه الاصابه فيها عاليه، وطبعا دراستها بترشيح مرضي هو الشيء المؤكد المثبت 100%. بعيدا عن الاجراءات، باقي الاجراءات هي اجراءات موجهه ولكن ما لها مؤكده. تماما. اذا بدنا نعرف هيك اكثر منك دكتور، يعني هي آلامها بتشبه كثير آلام الدوره الشهريه، ولكن احنا كيف بدنا نفرق بيناتهم؟ هلا الآلام تشبهها مزبوط، ولكن تفرق اكيد الصبيه رح تحس بانه هالمره مختلفه، الشده مختلفه، التون تبعها مختلف، المدة كمان مختلفة، ويمكن تكون عم تبلش قبل ما كانت تبلش بالعادة. فيعني أكيد بتحس إنه في شيء بشكل الألم وشدته واضح إنه مختلف عن ما كان سابقا موجود. تماما دكتور. بعد القضاء إذا بدنا نقول على هي الحالة أو على هذا المرض، في إجراءات معينة، أدوية معينة، علاج معين ممكن تخضع له السيدة خلال فترة ما بعد التخلص من هذا المرض؟ هلا الأفضل بحالات الأندوميتريوز الحقيقة، واللي هو سيداتنا ما دائما بيتقبلوه، إنه أنت العلاج الأمثل هو أنت تقطع الطمس 3 إلى 6 شهور وممكن أكثر. بالحالات الشديدة أنت ما في حل غير أنك توقف الطمس، لأنه ما عم تقدر تضبط العملية مزبوط لما بيكون في طمس. فالأفضل هو أنك تعطي موانع حمل هرمونية بشكل متواصل أو إبر هرمونية بتأثر على عمل النخامة، لحتى نحن نضبط نوقف نصبت المبيضين ونمنع حدوث الدورة الطمسية، لحتى أنا خلي المرض يهجع قدر الإمكان، لأنه هو بعيش كمان على الهرمونات. فأنا كل ما وقفت هاي الهرمونات، يعني أنت ما بتشوف أندوميتريوز عند سيدة عمرها 60 سنة. تمام. هذا موضوع العمر مثلا، فبالتالي هو الفترة النشاط التناسلي والفعالية الهرمونية هي السبب بهذا الموضوع. فأنا كل ما خففت من هذا الموضوع، إذا عم عالج أحيانا نضطر نوقفه. نحن أحيانا نوصل لمرحلة إنه السيدات اللي عندهم أندوميتريوز شديد جدا ممكن تضطر تستأصل الرحم لتحلل المشكلة، لأنه الآلام بتكون شديدة لدرجة لا يمكن حلها إلا بأنك أنت تستأصل الرحم. ممكن تستأصل توصل مرحلة تستأصل المبيضين حتى أنت تحل المشكلة، لأنه المشكلة مستمرة ومستمرة ومستمرة. فلذلك يعني فينا نشوف لوين نحن ممكن نوصل أحيانا بالأندوميتريوز وإزعاجه. مضاعفات وإزعاجه. ألم دائم دكتور؟ هو دائم طول الشهر مثلا ولا خلص مع وجود الدورة الشهرية؟ لا، هو مرافق، هو عسرة الطمس مرافق للطمس. مرافق للطمس طبعاً. بس عسرة الجماع ممكن تكون على مدار الشهر. تمام. يعني لما بيكون في جماع وفي وجع دائم اثناء الجماع، هذا كمان اشاره بتنبهنا مع الاعراض الاخرى انه هل نحن عندنا اندوميتريوز ولا لا.
تماما. ذكرت مراحل الخطوره هي كثيره، يعني ممكن انه الالام، وممكن انه يصير في عنا تاخر بالحمل والانجاب والعقم ايضا. هل في خطوره اكثر على الصبيه او على المراه؟ لا، هلا اذا بنحكي عن خطوره حياتيه اكيد لا. احنا ما عم نحكي هون عن خطوره حياتيه، بس الخطوره هي تاثر الانجاب، الاعراض الشهريه اللي ممكن تكون موجوده، الازعاج والالم، الوصول لمرحله انه احنا نضطر نشيل الرحم لانه ما قدرنا، وصلنا بالعلاج لمرحله ما عاد في مجال غير انه نوصل لهالقصه، ولو انه هي حالات نادره جدا، بس هذا هو الحد الاقصى. اما نحن نقول خطوره حياتيه يعني بالغالب لا، ما في خطوره. تماما. دكتور، بدي ارجع شوي لموضوع موانع الحمل. اليوم وقت نقول لصبيه او سيده نحن ناخذ موانع حمل لفتره معينه، بصير بعض التخوف بهذا الموضوع. خلينا شوي نطمن السيدات يلي عم يسمعونا هلا وعلى موضوع موانع الحمل. هلا هي فكره فيها كثير من الخطا، انه اذا اخذتي معنى حمل فرح يصير معك عندك عقم. وانا دائما بشرح لهم اياها بطريقه معاكسه، واللي هو انه لو كانت هالفكره مزبوطه ما كانت السيده اللي بتنسى حبه بتحمل، وبالتالي احنا هذا الاثر اثر تراكمي وينتهي بمجرد من اخر حبه خلصت اجت دوره فانت انتهى الموضوع. فابدا هذا الحديث ما له مزبوط. هو موضوع الهرمونات بصبه الاباضه في فتره تناول هاي الهرمونات، ومجرد ما انتهت انتهت المشكله، يعني انتهى الازعاج منه او انتهى مفعوله. يعني برجع بقول لك بدليل انه اذا نسيت حبه السيده فهي ممكن تحمل احيانا، وتقول انا عم باخذ الحب. طب نسيتي كم حبه؟ والله نسيت حبتين حملت، فمعناتها اكيد هن مالهم الى يعني الى اجل طويل هن بيمنعوا الحمل. طب دكتور، هيك بدنا منك نصائح اخيره للمراه والصبي. هلا عدم اهمال اي اعراض جديده يعني بتصيب الدوره الطمسيه غالبا. موضوع الانجاب موضوع مهم. هلا نحن يمكن سيدات عم يتاخروا بالانجاب لتاخر الزواج، بنفس الوقت هن للظروف الحاليه عم يفضلوا حتى لما يتزوجوا يضلوا سنتين او ثلاثه او اكثر بدون انجاب. انا بفضل بالفتره الاولى نتاكد انه احنا ما عندنا مشكله، بعدين فينا يعني شو بقولوا نأجل الموضوع قد ما بدنا، بس نحن ما بصير يكون عندنا أعراض، وأعراض أحيانا تكون صارخة ومزعجة ونحن يعني نغفل عنها. فالمراقبة الدورية، الكشف الدوري ولو مرة بالسنة كثير مفيد، لأنه إذا في أي شيء فينا نعالجه بشكل أسهل وأسرع. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية، وأكيد الصحة والسلامة ترافق الجميع. شكرا لوجودك معنا. يعطيك العافية دكتور.